بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي طلاب الصف السادس، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا اليوم يا أولادي عن المصادر، ودعونا أولا نفرق بين المصدر والفعل. تعالوا بنا أولا، عندنا أفعال ومصادر. الأفعال أو الفعل: رجع، مصدره رجوع. فرح، مصدره فرح. استفاد، مصدره استفادة. انتظم، مصدره انتظام. تبرع، مصدره تبرع. طلع، مصدره طلوع. استعد، مصدره استعداد. نلاحظ هنا أن المصادر هي عبارة عن أسماء. المصادر هي أسماء، والفرق بين الفعل والمصدر أن الفعل يدل على الحدث والزمن، على الحدث والزمن. فنقول مثلا: راجع، دلت على الحدث هي عملية الرجوع، وأيضا دل على الزمن الذي حدث فيه الفعل. هنا رجع حدث في الزمن الماضي. أما كلمة رجوع فهي تدل على الحدث فقط. إذن الفرق بين الفعل والمصدر أن الفعل يدل على الحدث والزمن، أما المصدر فهو يدل على الحدث فقط. هنا نصل إلى تعريف المصدر: هو اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن. تعالوا بنا نكمل الجمل الآتية بالمصادر المناسبة. التعليب من وسائل، التعليب من وسائل حفظ، وحمايتها من التلف. الجملة التالية: الحرارية للمعلبات، نقول المعاملة. من علامات تلف المعلبات ظهور، أكمل، الإعوجاج. عند استهلاك الأغذية المعلبة ينبغي استخدام آلة فتح نظيفة. وهنا يا أولادي أذكركم بأن المصادر تأتي من أفعال ثلاثية ورباعية وخماسية. بالنسبة للأفعال الثلاثية فلها يعني بصفة عامة ليس لها قاعدة معينة أو ليس لها قاعدة ثابتة، ولكن نلخص أهم الأفعال المشهورة. فمثلا إذا دل الفعل على الحرفة يكون مصدره على وزن فعالة، مثل زرع، زراعة، صنع، صناعة. وإذا دل على داء أي على مرض فيكون على وزن فعال، فنقول زكم، زكام. وإذا دل على صوت يكون على وزن فعال أو فعيل، مثل عوى، عوى، نقول عواء على وزن فعال، فعال. زأر، زأر، صوت الأسد. زأر يكون مصدره على وزن فعيل، فنقول زئير، زئير. أما الأفعال الرباعية فلها قاعدة، فمثلا كبر، كبر يكون مصدره تكبير على وزن تفعيل،
أكرى ما يكون مصدره إكرام على وزن إفعال. انتقل، هذا فعل خماسي، من يكمل معي مصدره؟ انتقال على وزن انفعال. استفهم فعل سداسي يكون على وزن استفهام، أو يكون مصدره استفهام على وزن استفعال. على وزن استفعال. تعالوا بنا هذه الأفعال. الالتزام، ما فعله؟ التزم. الجملة التالية الحفاظ، ما فعله؟ حافظ. حافظ حفاظ. وقس عليها، قاتل قتال. قاتل قتال. يمنع اصطحاب، ما فعل اصطحاب؟ من اصطحب. الطبيب المتخصص عند حدوث طارئ للمريض استدعاء. استدعاء، ما فعل استدعاء؟ استدعى. استدعى للمريض بالدعاء المأثور، نقول الدعاء. الدعاء للمريض بالدعاء المأثور. ونلخص يا أولادي ونفرق ثانية بين الفعل وبين المصدر. نقول أن الفعل يدل على الحدث والزمن، أما المصدر فهو اسم يدل على الحدث مجرد من الزمن. وكما قلنا، أشهر الأفعال أو الأوزان الثلاثية والرباعية والخماسية ونكون والسداسية أيضا. ونكون بذلك يا أولادي قد وصلنا إلى نهاية درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.